السلام عليكم. اليورو آخر منتخب صامد يفوز. خلينا جميع منتخبات اليورو بهذه العجلة العشوائية. كل مرة راح نلف العجلة مرتين. المنتخب اللي يطلع بالمرة الأولى راح يلعب مع المنتخب اللي يطلع بالمرة الثانية. راح يلعبون مباراة والمنتخب الخسران مباشرة نحذفه من العجلة. آخر منتخب راح يبقى بالعجلة هو المنتخب الفائز. طبعاً عندنا منتخبات مرشحة ومنتخبات غير مرشحة. المنتخبات المرشحة لو التقت ضد بعضها راح يلعبون مباراة كاملة. لكن منتخب مرشح ضد منتخب غير مرشح أو منتخب غير مرشح مع منتخب غير مرشح فمباراتهم راح تكون من هدف ذهبي. الفريق اللي يسجل الهدف الاول هو اللي راح يفوز ومباشره يقصي الفريق الثاني. نلف العجله ونشوف الفريق الاول منه راح يطلع عندنا او المنتخب الاول عندنا منتخب المجر. وخلينا نشوف المجر راح تلعب ضد من باول مباراه وافتتاحيه المقطع ضد المانيا. موجودين اصلا الاثنين بنفس المجموعه. لكن قبل ما نبتدي يا شباب اللايكات والاشتراكات الله الله بالاشتراك شد الهمه على زر الاشتراك فجروا بعد لا تنسون اللايك وتعليقاتكم الحلوه ويلا بينا ننطلق المباراه الاولى. روديغير يول حرس هافيرتس يلعب غوندا 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 ضيع ضيع يسجل رسميا المانيا تفوز على المجر بالدقيقه 22 ونسوي ازاله للمجر رسميا ولفنا العجله وشوفنا الفريق الثاني منو راح يكون تشيك هذه المره والتشيك راح تلعب ضد من نلف العجله ونشوف الفريق الثاني ورومانيا تشيك ضد رومانيا والله فاجئني تخيلوا رومانيا من اول 10 دقائق تنهي المباراه بالهدف الذهبي يا شباب اوكي صار عندنا خطا بسيط يا شباب وهي اوكرانيا اللي كانت طالعه بس انا اختاريت رومانيا ضد التشيك فماكو مشكله يعني هي رومانيا اللي فازت فرومانيا راح تبقى معانا بالعجله واوكرانيا بعد تبقى لان اصلا ما لعبت اما التشيك فنسوي لها ازاله رسميه ولف لنا العجله ونشوف المباراه الثالثه من راح يكون موجود عندنا النمسا هذه المره يا شباب ايطاليا أوه. مباراة قوية صار بلنتي الإيطالي بدقيقة 35 يسجل إيطاليا ورسميا هدف ذهبي للمنتخب الإيطالي وتفوز على النمسا وخلي إزالة لمنتخب النمسا ولفنا العجلة ونشوف من المنتخب اللي بعده اللي راح يكون عندنا والمنتخب الأوكراني هذه المرة من يا شباب وضد جورجيا كفارا 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 هدف أول للمنتخب الجورجي رسميا يتقدمون بالنتيجة وبهذا رسميا نسوي إزالة لأوكرانيا من العجلة ولفنا العجلة ونشوف الفريق اللي بعده والمنتخب اللي بعده من راح يكون عندنا والمنتخب الإنجليزي شوف منه راح يلعب ضد إنجلترا والمنتخب السلوفيني ساكا ساكا يدخل منطقة الجزاء ساكا والدقيقة 16 رسميا انجلترا سجلوا بهذا هدف ذهبي تتأهل ونسوي ازالة لسلوفينيا ولفنا العجلة ونشوف الفريق اللي بعده او المنتخب اللي بعده من راح يكون عندنا والمنتخب الجورجي جورجيا سبق واجهت اوكرانيا وفازت ومباراة ثانية لجورجيا وهذه المرة ضد اسبانيا موراتا يلعب ريزابيل الحارس والله تمريرة بيدري خرافية فيران توريس الفارو بو 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 ميرينو يو 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 على الجول بس والله من البداية كانت تمريرة بيدري خرافية ثم هذه العرضية وبهذا نسوي إزالة لجورجيا ولفنا العجلة ونشوف المنتخب اللي بعده من راح يكون عندنا هذه المرة كرواتيا من تتوقعون يا شباب اوف كادت تكون ضد فرنسا لكنها ضد بولندا هل تباغتهم بولندا هل تباغتهم بولندا هل تباغتهم اوف كيف ضيعها زيلينسكي مرر هذا اذا صوب كوفا يسجل يرجع الى مودريتش لوكا لوكا عندنا ضربة حرة لكرواتيا ولوكا مودريتش هو اللي راح يتقدم وهل يمرر هل يشوت اوكي يتركها لوكا لوكا بالدقيقة 50 لوكا مودريتش شوف والله المسافة 20 متر حطها بالتسعين يا حبيبي ونسوي ازالة لبولندا والله بلشت تقل العجلة يا شباب خلي نلفها ونشوف المباراة اللي بعدها من راح يكون عندنا والمنتخب البرتغالي ظهور كريستيانو رونالدو رسميا وراح تلعب ضد سلوفينيا او سلوفاكيا رافا رافائيل لياو 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 الى برونو الحارس وصلنا للدقيقة الأولى بنقطة بدل ضايع فيا شباب ما حد فاز وعليه راح نروح أتوقع للبلنتيات أكيد لكن قبل البلنتيات هناك أشواط إضافية شوطين إضافيين ديوغو جوتا لجواو فيليكس 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 أرضية زاحفة بالدقيقة 104 رسميا البرتغال سجل هدف ذهبي عن طريق جواو فيليكس ونسوي إزالة لسلوفاكيا ولفنا العجلة وشوفنا منو راح يكون عندنا
من جديد بلجيكا لأول مرة بلجيكا عندنا. طيب من راح يلعب ضد بلجيكا؟ المنتخب اللي راح يلعب ضد المنتخب البلجيكي هو إيطاليا رسميا. أتوقع هذه أقوى مباراة حتى الآن. لكن قبل لا نروح المباراة، لايكك واشتراكك مهم يا صديقي، اضغط زر الاشتراك. روح يمر، العب يا لوكاكو. جول. اوف كيفن دي بروين بالدقيقة 7، ايطاليا اوت، بلجيكا تتأهل. اوه لا لا يا شباب ما تأهلت، اوف سايد كانت، ما كنت انتبه هنا اوف سايد. لكن كرة اخرى، هذه المرة لوكاكو هذه المرة ايطاليا برا بالدقيقة 12 حسمتها بلجيكا ولوكاكو جول، وازالة للمنتخب الايطالي رسميا. ولفنا العجلة، والمنتخب اللي بعده راح يكون عندنا المنتخب الدنماركي. من راح يواجه المنتخب الدنماركي؟ انجلترا للمرة الثانية راح نشوفها. جود بيلي لساكا، ساكا 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 يمرر الى الكسندر ارنولد، ارنولد ارنولد يلعب الى هاري كين. لا 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 لا، ما اعطوهم مجال يا شباب. من اول 11 دقيقة برا دنمارك انجلترا سجل هدف ذهبي. والله تمريرة رهيبة من ارنولد، اوف يسارية خرافية من هاري كين، وإزالة لمنتخب الدنمارك. ولف العجلة، والمباراة اللي بعدها من راح يكون؟ كرواتيا. إذا كرواتيا فازت مرة، من راح تواجه بالمرة الثانية؟ سكوتلاند هذه المرة. هذه خطرة. أوف الحارس، والله نقذ كرواتيا بتصدي خرافي بالدقيقة 10. طبعا على فكرة يا شباب، أي فريق جاي يلعب أنا ما أتحكم به نهائيا، الكمبيوتر هو يلعب وكل فريق يلعب لنفسه. سجل خلاص، كرواتيا خرجت أمام اسكتلندا رسميا بالهدف الذهبي بهذا الطريقة وبهذه الطريقة. شو كرواتيا إزالة وبرة، ولفنا العجلة وشوفنا المنتخب اللي بعده من راح يكون عندنا، والمنتخب السويسري. هذه المباراة تركيا، انتهت المباراة وبداية البلنتيات. سويسرا الضربة الثانية والحارس. أوكي تركيا حاليا متقدمة بما أن الحارس الصدى، وفعلا تتقدم. إذا الحسم راح يكون عند لاعب التركي رقم 7، صراحة ما أعرف اسمه، وخلاص حسمها يا شباب، تركيا تفوز على سويسرا، تسوي إزالة للمنتخب السويسري. ومين المباراة اللي بعدها؟ راح تكون عندنا ألبانيا وعندنا البرتغال. كريستيانو رونالدو من جديد يظهر. كريستيانو حارس رونالدو. وش صار الكاميرا كيف كذا؟ خلينا نشوف إعادة الهدف يا شباب، والله الكاميرا ما أعرف كيف كذا، لكن الدون حرفيا يسجل البرتغال تتأهل على ألبانيا. شوف هنا التمريرة كانت بوم، كريستيانو على الطاير، هاي الكرة على الطاير، بوم رونالدو بالشباك. ونسوي إزالة لألبانيا. المباراة اللي بعدها من راح يكون عندنا؟ والمنتخب التركي. تدرون حتى الآن ما شفنا فرنسا أو هولندا، أتوقع بعد ما شفناها، وفرنسا حرفيا ضد تركيا. بعد ركنية ثانية مرفوعة على رأس مبابي. كريزمان يلعب إلى تورام، اضرب بلنتي، اتوقع بلنتي، الحكم ما اعطى بلنتي. وفي الدفاع هذا القوي، امبابي، جيرو والله حارسهم مجنون. ديمبلي، اوباميكانو الى تشواميني، الله كيف ضاعت الدقيقة الأخيرة. كالعادة ندخل الأشواط الإضافية. أوكي خلصت المباراة ورحنا للبلنتيات، جيرو يضرب الجول. تركيا ثاني مرة أتوقع تلعب بلنتيات، هل يصدها الحارس؟ سهلة بالوسط. كومان، فرنسا أقرب للتأهل الآن، فرنسا أقرب. إذا الحسم، من سيحسم يا شباب؟ كامافينجا، كاما رسميا فرنسا تأهل، تركيا أوت، وإزالة لتركيا. ومن المنتخب اللي راح يكون عندنا؟ بلجيكا هذه المرة، سبق إلها وفازت على إيطاليا، وهذه المرة ضد هولندا. والله لوكا والله حسمها يا شباب بالدقيقة 28، هولندا برا. أول مباراة لهولندا أتوقع هذه، بلجيكا ثاني مباراة تفوز بها. في يسارية قاتلة بالتسعين، هولندا إزالة. ولفنا العجلة، ومن راح يكون بالمباراة اللي بعدها؟ وفرنسا ثاني مرة، إن فرنسا. طيب فرنسا راح تواجه من هذه المرة يا شباب؟ أوف أول مباراة يا شباب راح تلعب كاملة رسميا بدون هدف ذهبي، فريقين مرشحين أو أقوى فريقين موجودين بالبطولة تقريبا مع إنجلترا. إمبابي، تخيلوا لو كان هدف ذهبي كانت الحسمة، ما في هدف ذهبي نهائيا، خلاص اتفاق هو يا شباب.
نلعب مباراة كاملة ونشوف ايش راح يصير بالمباراة. ممكن يصير بها ريمونتادا لأن الفريقين كبار. بوم. طبعا نهائي مبكر ها، كان ودنا انه هذه المباراة تكون النهائية يا شباب، لكن اتمنى انجلترا تكون بالنهائي والفائز من هذه المباراة بعد يكون بالنهائي، اتمنى هذا الشيء. غوندوغان غوندوغان اوبو مكانه يخلص، اوف عطاه جول، والله عطاه جول. فيرتس يسجل هدف التعادل. بلنتيات مبابي ضربة الاولى يسجل. هافيرتس ضيع وش ذي التصويبة السهلة. كريزمان فرنسا قدمت 2-1. كاي غوندوغان ممكن يسجل، اكيد يسجل. الضربة الثالثة لفرنسا ديملي من عاده التصويب بالزاوية وقوة، والله التصويبة مخادعة. توني كروس هل يسجل كومان. شوفوا لو ضيع كروب مباشرة تخرج، او ما ضيع. اوه والله سجل كامافينجا يحسن. خلاص رسميا تتأهل فرنسا يا شباب، المانيا اوت. يلا ازالة للمنتخب الالماني، وعدنا صربيا. يلا من راح يواجه صربيا؟ لفينا العجلة وبقوة. والمنتخب البرتغالي اعتقد هذه ثالث مرة تلعب البرتغال. برونو بالدقيقة 39 البرتغال تحسم المباراة بهدف من برونو فرنانديز. شوف هناك رونالدو مرر إلى برناردو إلى برونو تصويبة وبالشباك، رسميا البرتغال تتأهل. صربيا إزالة. سبع منتخبات بقت تتنافس، ولفنا العجلة قربت النهاية. والمنتخب الإنجليزي هذه المرة اسكتلندا محسومة لإنجلترا واضح. هاريكين كيني لجود بيلي مجنون تضيع هذه الكرة يا بيلينغهام، والله أنا مو فاهم كيف ضيعها. بيلي يلعب هاريكين، بيلي يصنع، هاريكين يسجل. رسميا إنجلترا تفوز على اسكتلندا، يعني هو ضيع كرة مباشرة صنع أسيست، وهاريكين ما يخطئ الشباب. اسكتلندا إزالة. ست منتخبات عندنا جاي تتنافس. المنتخب اللي بعده من راح يكون عندنا؟ المنتخب الإسباني أعتقد ثاني مرة يلعب. من يواجه المنتخب الإسباني؟ بلجيكا رسميا ضد إسبانيا. طبعا أكيد المباراة من الهدف الذهبي بسبب بلجيكا مو مرشحة أصلا للبطولة. الحكم يعطي إسبانيا بلنتي، وعندنا موراتا هو اللي على التصويب. موراتا يتقدم، موراتا الكرة بالشباك، ويلا إزالة بلجيكا. باقي عندنا خمس منتخبات، والمنتخب اللي بعد راح يكون عندنا رومانيا راح تلعب ضد المنتخب الفرنسي. اتوقع مباراة سهلة لفرنسا. ضربة حرة لفرنسا والدقيقة 15. امبابي هو اللي راح يضرب. امبابي يتأهل ويقود فريقه للمربع الذهبي. رسميا فرنسا تتأهل. قوية من الكليان امبابي. بوم. زالت المنتخب الروماني. المربع الذهبي عندنا فرنسا انجلترا اسبانيا واخيرا البرتغال. ولفنا العجلة ونشوف منو راح يتواجه ومنو راح يلعب. والمنتخب الاسباني الان، ونشوف اسبانيا راح تلعب ضد من، وراح تواجه من، راح تواجه فرنسا. يعني فرنسا راح تلعب المباراة الرابعة لها رسميا، اما اسبانيا اتوقع المباراة الثالثة يا شباب راح تلعبها. طبعا مباراة كاملة بما انه الفريقين مرشحين، وخلاص باقي ثلاث مباريات كلها راح تكون كاملة. كريزبا يا مجنون رسميا لا ما تأهلت فرنسا، لكنها سجلت الهدف الأول بالدقيقة الخامسة حرفيا على المنتخب الإسباني. شوف ركنها كريزون. يا ولد كريزمان هو مجنون. وش ذا أوريزابيل. أو بو والله صار امبابي يهرب. مجنون وضيع، يعني انت تهرب هذه الهربة كل هذا وتضيع الكرة، غريب والله. ترجع كريزمان شعل هالدفاع. خلاص صفر الحكم نهاية المباراة، رسميا فوز فرنسا وتأهلها. نسوي ازالة لاسبانيا، باقي ثلاث منتخبات، ونشوف منو بالنصف النهائي الثاني، وراح تكون عندنا البرتغال. والبرتغال راح تواجه فرنسا او انجلترا. وين راح تروح البرتغال؟ راح تروح لانجلترا. النصف نهائي قوي جدا يا شباب، اذا فرنسا مباشرة الى النهائي. وندخل لنصف النهائي، هذه انجلترا ضد البرتغال. بلنتي شفت البلنتي؟ اذا هاري كين مستحيل يضيع. والله ضيع يا شباب، هاري كين ضيع بلنتي. ضربة حرة للبرتغال بالدقيقة 36، وعدنا دون كريستيانو رونالدو كرة بالشباك عن طريق الدون. 1-0 وعطهم سي. شوف اوف
اوف اوف اوف اوف اوف حاطها بالتسعين بوم. الله 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 وش ذي التمريرة يا رونالدو. هذه خطرة هذه خطرة. تعادل في الدقيقة 83. فودن يعدل بعد تمريرة من ساكا. 1-1 والمباراة شكلها رايحة أشواط إضافية. برناردو 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 وش ذا يا برناردو وش ذا. راح وشق الدفاع وروح للشباك. 2-1 للبرتغال عن طريق برونو فرنانديز وليس برناردو. مفاجأة هل تكون مفاجأة؟ ما تكون مفاجأة. البرتغال بعد قوية ومرشحة بقوة. الثلاثي هذا مرشح، فرنسا والبرتغال وعدنا انجلترا وبعد المانيا. فرنسا فازت على المانيا والبرتغال فازت على انجلترا رسميا وإزالة المنتخب الانجليزي. لكن راح نلعب المباراة النهائية وراح نشوف هل العجلة راح تكون حمراء او زرقاء، فرنسية او برتغالية. كتبوا لي بالتعليقات لو هذه مباراة نهائي اليورو من راح يفوز باللقب. مباشرة ادخل لي على النهائي. وهذه فرنسا ضد البرتغال. صديقي وعزيزي المتابع، هذا الكاس تعبني الصراحة لحد ما وصلت لهذا اللحظة. فأتمنى منك يعني تضغط اللايك وتشترك بالقناة إذا أنت يعني من مشجعين فرنسا، تشترك واللايك بعد لا تنسى. إذا أنت من مشجعين رونالدو تشترك بزيادة يعني. إذا أنت من محبين رونالدو أريد تفجر زر الاشتراك. كريزمان كريزمان يلعب لمبابي. أضرب يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من كريزو إلى إمبابي وأسست إمبابي إلى تورام. شوف 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 تمريرة كريزمان إلى إمباب لإمباب بوم تورام جول. شوف تورام تورام يلعب إلى كريزمان مرر يوصل إلى ديمبلي قدم سم بالتسعين. جول 2-0 لفرنسا على البرتغال. فرنسا أقرب لحامل اللقب يا شباب. برناردو برناردو يا رجل وش ذا. اوف 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 بالعارضة. للأسف يا شباب مثل ما تشوفون الدقيقة 90 وصفر الحكم. آخر 3 دقائق وقف عندي برنامج المونتاج كرش. لكن فرنسا فازت باللقب ومبابي رسميا يشيل كأس اليورو. وبعد رسميا إزالة البرتغال من العجلة، والعجلة بالكامل صارت لفرنسا.